شيء لدينا اسمه الكثير من الحلويات. هذا هو شعار قناتنا. اليوم على هاهانام، تحدي 100 طبقة من الطعام المفضل لدى الجميع. أتساءل ما الذي ينتظرنا تحت الأغطية؟ يا له من قرف، أكره الديدان. لماذا؟ هم لطفاء جداً. لطفاء؟ هناك الكثير منهم، إنهم مخيفون جداً. كيف ستأكل أولاً؟ أنا؟ إنها تتحرك، لم أكل أبداً شيء حي. هيا حالاً. حسناً حسناً، أعرف كيف أتناولها. واو، يا لها من شجاعة، حتى أنا لم أستطع فعل ذلك. لكنني أستطيع، بالمناسبة ليست بهذا السوء. أوبس، لقد كانت خدعة. أوبس، خدعة؟ عليك أكلها. الآن دعيني أساعدك في القيام بذلك. لا، لن أكل شيء حي. تناول الطعام كما يحلو لك. إذا كيف؟ هل أعجبك؟ مقزز، مقرف. لولا، لماذا تضحكين؟ عليك أن تأكلي أيضا. بسهولة، ما الصعب في ذلك؟ بالطبع أشعر بالأسف على هؤلاء الصغار، لكن في الواقع الأمر ليس مخيفا جدا. بالإضافة إلى أنهم لذيذين جدا. لذيذين؟ لولا، أنت مجنونة. لا أعرف كيف أبدأ مع هذه الديدان، تبدو مثيرة للإشمئزاز. أعتقد أنني لا أستطيع الاستغناء عن القفازات. من المؤسف أنه لا يوجد قفازات على اللسان. هناك شيء مشرق تحت الديدان. أنتم كل الديدان الخاصة بكم السيئة، وأنا سأعتني بالمارميلاد الحلو. ربما تشارك مع أصدقائك. ماذا؟ لا، هذه اللذاذة يمكنني التعامل معها بنفسي. دعونا نرى كم ستحب عندما تزحف الديدان فوق رأسك. لا، يا لها من فوضى. تستحق ذلك. ماذا لدينا هذه المرة؟ أنا سأفتح أولاً. أحب الذرة، خاصة عندما يكون هناك الكثير منهم. قلت الكثير، الأفضل أن تنظر إلى ماذا حصلت أنا. لانا، اتضح أنني لم أكن محظوظة. على الرغم، أنا سأكل أولاً. واو، لم أرى أحد يأكل الذرة في قضمة واحدة. عندما تكون الذرة لذيذة، يمكنني تناولها دفعة واحدة. مذهل، أحسنتي. لكن حان دوري الآن لتناول الطعام اللذيذ. صحيح، أريد أن أجعله أكثر لذاذة. بالتأكيد الذرة لذيذة، لكن الفشار ألذ. لدي مقلاة لطهيه. سيكون رائع إذا قمت بخلطه مع حلوى السكيتلز. انظروا إلى هذا الجمال. انظروا إلى هذا الجمال. اتضح أن الفشار بنكهات متنوعة يجعلني أرغب في تناوله في أسرع وقت ممكن. تمنوا لي شهية طيبة. على الرغم أنني ضمنت ذلك بالفعل. توم لديه أسنان مضحكة الآن. كلما شاهدته أكثر، أردت أن آكل ذرتي بشكل أسرع. واو، حتى لولا لم تأكل بهذه السرعة. بينما كنت أنتظركم، كنت جائعة جداً. بالمناسبة، أعرف طريقة رائعة جداً لأكل الذرة. رأيتها على موقع اليوتيوب. أحتاج إلى المثقل. لكن هذه الطريقة خطيرة. هكذا فقدت أسناني. نعم، مضحك. ما الذي ينتظرنا هذه المرة؟ أنا أحب الكيت كات. أوكي.
وأنا أحبه أيضاً عندما يكون هناك مجموعة كاملة منه. معظم الشوكولاتة لدي محظوظة. إذاً شاركي معنا. لن أشارك. لا، لديكم الشوكولاتة الخاصة بكم. نعم، لدي شوكولاتة. بتعبير أدق، لو أحو شوكولاتة واحد. أتمنى على الأقل أن يكون لذيذاً. رائع. هل تعرفون ما هو برجر الشوكولاتة؟ هذا عندما يتم تكديس العديد من الشوكولاتة فوق بعضها البعض. بالمناسبة هذا لذيذ جداً. أريد المزيد، ربما من توم. لا، هذه خاصتي. الآن سأبدأ بالأكل. هل تعرف شيئاً عن آداب المائدة؟ نعم، يبدو الأمر كما لو أنك لم تأكل شوكولاتة مطلقاً في حياتك. أنا كل في الفتات. أنا أيضاً، لكن طعمها لذيذ بالنسبة لي. أيوه، هذا مقرف، لكن هناك إيجابيات لكل شيء. على سبيل المثال، حان دوري الآن لأكل الشوكولاتة. مهلاً، هل نحن ثلاثة مهملات؟ هذا صحيح، لماذا نحتاج أغلفة الحلوى الخاصة بك؟ لأن الشوكولاتة الخاصة بي تبدو لذيذة للغاية، بحيث لا يمكن تشتيت انتباهي بسبب شيء آخر. كم هي لذيذة؟ يا رفاق، أنا أتفهم فرحتكم. الكيت كات مدهشة حقاً. شهي للغاية. أريد الاستمرار. لولا الشوكولاتة، إنها على وشك السقوط. ماذا؟ لماذا يهتزون هكذا؟ نعم، الآن سأحصل أنا وكيت على الشوكولاتة. كان هذا مؤلماً. أوه، هناك واحدة متبقية. أنا أولاً. لماذا لدي دونت واحدة فقط؟ لأن لدي كل الدونات المتبقية. أنت مخطئ، لأنني أملك كل شيء. واو، رائع. الأصدقاء لا يتفاخرون. لا عليك، الأصدقاء يأكلون الكعك اللذيذ. ويجب على الأصدقاء المشاركة. توم، هل أنت صديقي؟ نعم، لكنك لن تحصلي على الدونات مني. سوف آكلهم بنفسي. اسمح لي أن أسرق واحدة على الأقل. ضعيها مكانها، لا تفكري حتى في السرقة مني. حسنا، لا تصرخ. كم هذا لذيذ. لم آكل أي شيء أفضل منذ زمن طويل. لكن لماذا تبعثر الفتات علينا الآن؟ لأنه عندما آكل شيئاً لذيذاً لا أريد أن أشتت انتباهي. كيت، أنت الوحيدة المتبقية. حان وقت أكل الكعك. سوف ألعق وأقضم كل شيء. أعتقد مع هذا الجبل من الدونات هذا صعب جداً. وما هذا أيضاً؟ ما سببه؟ الآن أنت نفسك تبدين مثل الكعكة. واو، يا له من جمال. ليس فقط لذيذ، إنه شهي جدا. أنا الآن لدي رشات غير عادية على جلدي. لولا، هل تريد التجريب؟ كلا، لا أريد أن أكل طفحا جلديا. حتى لا تفوتوا تحدياتنا، اشتركوا على هاهانام، هناك الكثير من المتعة. أما الآن وداعا.